بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بشكر ابائي على الوقت الجميل اللي انا قضي معاكم النهارده. المحاضره الثانيه كنا امبارح اتكلمنا عن اسره بلا هم، ومعلش النهارده برغم التراتيل المفرحه ديت العنوان مش مفرح، بس هنحوله لكلام مفرح اوعدكم. يعني العنوان عن خميرة العكننة، معلش حطكوا عليا. احنا كل ما في الامر ان احنا عايزين مش نتثقف ثقافة ندين بيها الناس، ده فلان ده بتاع عكننة، ده فلان ده بيحب النكد، فلان ده كذا، قد ما احنا نبقى واعيين قوي نمرة واحد ان احنا ما نكونش احنا كده. يعني نمرة واحد ان ما اكونش انا كده. نمرة اتنين ان انا ما دينش اي حد لو كان من هذا النوع. نمرة تلاتة اخد تدابير ايجابية علشان ما تعديش. واخدين بالكم؟ يعني احنا لو درسنا الموضوع ده مش عشان ندين حد او علشان نتريق على حد او علشان الزوج يقول ايوه انت جيت على الوجع يا ابونا، مش قصدي كده خالص، ولا قصدي ست تيجي تقول ايوه كان فين الكلام ده من زمان، مش ده قصدي. واذا لو وقعتوا في الفخ ده يبقى المسيح مش هو ميديتور بتاعنا في الكلام. انما احنا بنقول العنوان ده لثلاث اسباب. نمره واحد ان احنا نكتشف نفسنا لو احنا كده، يعني كل واحد يشوف نفسه هو فعلا انا كده، ممكن انا اكون كده، طب وازاي اطلع من كده. دي نمره واحد. نمره اتنين ما نديش الناس دول خالص، هنعذرهم لان لهم ظروف، هنحبهم على قد ما نقدر، لكن هنحرص لان العكننة والكآبة عاملة زي فيروس البرد، عاملة زي فيروس البرد بتتنقل بايه؟ بمنتهى السهولة. يعني يقول لك واحد عنده برد يقعد جنب واحد مجرد ما يعطس تاني يكاتشت على طول، لا ده اسرع من كده. فقعدة ولا اتنين مع ناس من النوع ده ممكن ينتقل هذا الفيروس وينقل الكآبة وينقل النكد وينقل الخطوط السلبية كلها اللي عنده فيا. فاحنا بس بناخد بالنا لحسن الفيروس ده يتنقل لنا. ليه؟ لان احنا دعوتنا اصلا دعوة فرح. المسيح دعانا دعوة ايه؟ فرح، دعوة بهجة. فدي بس النقط اللي احب ابتدي بيها علشان خاطر ايه؟ ناخد بالنا من الموضوع. الشخصيات اللي من النوع ده طبعا بيغلب على اسلوبها واسلوب حياتها انها متشائمه، ما بيعجبهاش حاجه، لو دخلت اي مكان ما بيلفتش نظرها غير الامور الغلط، يعني عمرها ما تشوف ايه الحاجات الصح. يعني اذا راح مكان عينه تلقط الاخطاء، لكن تمدح في الحاجات المميزات ما يعرفش. هقول يا جماعة أنا مش هقطع نفسي، أنا حاجة غلط قداميني لازم إيه أقولها، هو الحق بيزعل حد. واخدين بالكم؟ فخدوا بالكم إن لو إحنا فينا الحاجات دي، هذه الشخصية دايما ما تسخر من الآخرين وما بيعجبهوش أي نجاح بيسمع عنه، وعنده استعداد يهبط اي نجاح ممكن يشوفه. انسان بيقولوا عليه سوداني، يعني شايف الدنيا من نظاره ايه؟ سودا. لما بنعرض عليه الحلول لمشكلته نلف وندور ونلاقي مفيش فايده. يعني نجيب حل واثنين وثلاثه، يمكن الآباء مجربين الحكاية دي،
يقعد مع شخص عنده مشكلة ونقترح حل ويطلع العقدة اللي فيه، ونقترح حل تاني ويطلع العقدة اللي فيه، ونقترح حل تالت ويطلع العقدة اللي فيه، لحد ما يبقاش هو بس المحبط. يبقى مين اللي محبط؟ أبونا اللي قاعد قدامه، أبونا اللي قاعد قدامه. وساعتها يروح مبسوط، مبسوط لمدة دقائق يعني، إن هو لقى واحد تاني إيه؟ محبط. فالحمد لله أنا إيه؟ ها؟ مش لوحدي. وبعدين يرجع له النكد بتاعه إيه؟ تاني. فحتى الآباء والخدام اللي بيخدموا في المجال ده لازم يحذروا هذا الأمر. واخدين بالكم؟ يعني هتلاقوا ناس كتير مش عايزة تفرح. يقول الكتاب المقدس رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعز. طب تتبلاي دي عندها نكدايا، هتعملوا لها ايه عشان تتعزى؟ لا تريد ان تتعزى. فناخد بالنا احبائي في عشرتنا مع هؤلاء الناس بتبقى عشرة صعبة شوية، عشرة فيها متاعب. وزي ما بقول لحضراتكم الفيروس بتاع العكمنة سهل جدا يتاقي، يقلل من كل حاجة بيشوفها، وعمره ما يسعد بحاجة، وهو بيسعد بالحاجة بيشيل الهم. انتوا عارفين ام العروسة لما تبقى قلقانة يوم فرح بنتها، المفروض فرح بنتها تبقى فرحانة لا شايلة الهم. في ناس كده حتى في اوائل الفرح ما يعرفش ايه يفرح. عشان كده في خطوره. وزي ما بقول لحضراتكم دعوتنا في ربنا يسوع المسيح دعوه قيمه جدا وغاليه جدا ومفرحه جدا. فازاي نسيب عدو الخير ينغوش جوانا ويقعد يشتغل ويعكر علينا؟ دي شغلته حبايب. لما تقروا في اول اصحاح في سفر ايوب، أيوب راجل حلو وماشي زي الفل وبيطيع ربنا ومحترم ربنا ومربي ولاده، ويروح ينعكش عليه فين؟ عند ربنا فوق، اشتكي عليه. فبيقول بين الناس وفي البيوت، يحب العكنانة. حكالي أبونا رفائيل أغانينا، كان له قريب راجل قديس متزوج، قصة عجيبة قوي. الراجل ده كان بيقول في شطان اسمه شطان الباب، شطان اللي ايه؟ او هو سماه كده. الشطان ده طبعا عشان انتوا عارفين عندنا في يعني الكلام ده سنين فاتت يعني، فكان الرجال هم اللي بيشتغلوا والستات قاعدين في البيوت. فرجع هو يخش يخبط، كان زمان ما يفتحش هو، يخبط عشان الست تيجي تفتح له كده يعني، يبقى له يعني. يقوم شيطان الباب يستلمه، يخلي عينيه تتفتح عليه بقى، على الحاجات الغلط. اذا لقى الباب بيسحق وهدومه مش نظيفه يبقى الليله تقلب على طول. اذا لقى الاكل فضل عليه ربع ساعه صوته يطلع. شيطان الباب يستلمه، شيطان الباب ايه؟ يستلمه علشان يورينه الحاجات اللي ايه؟ الرونج، الحاجات الغلط. فكان ينصح الرجال يشموا الصليب قبل ما يفتح الباب او قبل ما يخبط على الباب علشان يخزي الشيطان الايه؟ الباب ده. عشان كده احبائي عدو الخير هو دي طبيعته. حياتنا مع المسيح كلها بهجه، كلها فرحه، زي ما سمعتوا في التلاتين مفرحه فعلا. مسيحنا لما يخش بيتنا يقول كده وفرح التلاميذ اذ راوا الرب، حاجه طبيعيه. شخصية المسيح مفرحة، شخصية أم العدلة هي أم الفرح. العدلة لو رتلنا لها بنحس إن سرنا بقى إيه؟
بقى هادي وبقينا فرحانين. وكتير منكم اللي بيحب الترتيب بتاعة العذراء يقول بيحصل حاجة عجيبة لما نرتب، ودي أم المسيح، فما بالكم حضور ربنا يسوع المسيح في حياتنا. عشان كده بنقول عايزين يبقى عندنا وعي روحي، وما نسيبش موضوع العكنانة ده يشتغل معانا، ونبقى مسلمين حياتنا في ايد ابليس انه يلعب بينا شمال ويمين، سواء في الراجل او في الست او في الشاب او في البنت، نخزي الشيطان عشان ما يعكننش في بيوتنا. برضو من شكل الشخصية اللي بنتكلم عنها دي انه لو قابل ناس عنده استعداد ياخد روحهم المعنوية يخليها ايه في الارض، تلاقي واحد مبسوط مثلا عمل يروح منزل له الفرحة بتاعته فين للارض، ويقولك اصلا انا راجل معرفش اللف والدوران، انا معرفش اتكلم تكذب، انت حد طلب منك ده، انت رايح تزور ناس وجايبين انتريه جديد، انت مالك رخيص ولا مش رخيص، ما تقول عليه كويس وخلاص، انت مالك يا اخي، الناس فرحانه بالحاجه اللي جابتها قول لهم الله جميل وخلاص، اصل انا حقاني حاجه ما تبقاش كويسه ده لازم اقول مش كويسه، يا سلام. طبعا انا بدي امثله بسيطه، لكن انتم ممكن تقيسوا على ايه، على ملحوظات كتيره قوي بتطلع من بقنا او من بق الناس تكسر مقادفنا وتهد من روحنا الايه المعنوي. ازاي ندرك الحاجات دي وازاي نتفادى ان احنا نوعى فيها؟ تصوروا كده مثلا الفريسيين في تعاملهم مع المسيح للملك، يعمل معهم مهما يعمل مش عاجبه، نفسه يفرحهم مش عارف ايه يفرحهم، يقول له ورينا آية، وريكوا آية، هما كل الآيات اللي شفتوها دي ايه، دايما يصغروا من عمل المسيح، ولذلك عبر عليهم المسيح بكل فرحته ما خدوش منه ولا ايه ولا حاجة صغيرة، في حين ان الناس بسيطة جدا كبشت من سعادة المسيح. شوفوا المرأة نازفة الدم دي عملت ايه، سحبت وسط الزحمة وخدت اللي هي عايزاه. ناس كتير قدروا ياخدوا السعادة والفرح من شخص المسيح، وناس كتير نقشت ربنا ولأن قلبهم ما كانش مستعد ياخد. عشان كده خد بالك، يا ترى انت من النوع اللي عايز تعرف سعادتك، ولا انت من النوع اللي بتقعد في اي مكان وفيها يخفيها، تعمل مشاكل، تعمل بروباجندا، لازم تفضح. للأسف عندنا المجتمع الكنسي ساعات بيبقى فيه ناس ما تفرحش إلا بالأخبار الوحشة، أو لازم يروج لأخبار مزيفة وينبسط لما يعكنن على مين، على الناس. ده الواحد ساعات بيلاقي بعض الأزواج أو بعض الزوجات ما ينبسطش إلا لما يعكنن على مين، على اللي قدامه. ده برضه يفرح ربنا، يفرح ربنا انك تزعل حد او تضايق حد او تعكنن على حد او تقرف حد؟ مين يقول الكلام ده وتفتكر ان روح ربنا ممكن يظل ساكن فيك وانت بتعمل كده؟ يعني تفتكر الروح القدس ممكن يسكن في رجل او امرأة او شاب او شابة هوايته العكنانة على الناس؟ انا اشك عن نفسي، عن نفسي انا اشك تماما ان روح القدس ممكن يستنى في الراجل ده لحظة او الست دي لحظة. عشان كده ناخد بالنا يا احبائي، اذا قابلت الشخص ده فاعرف ان انت لازم تكون حريص جدا، لان هيحصل ايه بقى، ها هتسمع لك كلمتين بدل ما تبقى متشجع وعايز تنجح وعايز تبقى كفء للحياة وعايز تبقى شخص بناء وعايز تحفظ الحال وعايز تتوب وعايز تقرا الانجيل وعايز تشتغل وعايز تتعب وعايز تربي اولادك، يقول لك كلمتين ايه، يهبطك، يجيب لك العكننه بدري بدري. عشان كده زي ما بقول لحضرتكم البند الثالث في التنبيه الاولاني اللي قلته،
ان احنا نحترس من هؤلاء الناس لان تأثيرهم خطير جدا جدا جدا. اذا حكيت عنده على فكرة جديدة في دماغك يعمل فيها ايه؟ ها؟ قادر ان هو يلغيها، على عكس الانسان المفرح يديك فرصة تفكر، يديك فرصة تجرب، جايز تكون انت ملهم بالفكرة الجديدة ديت. الشخص البناء دايما يدي مساحة للإنسان اللي قدامه، يقول سليمان الحكيم اعطي الحكيم فرصة فيزداد حكمة، وكان دايما يقولها القديس الأنبندولوس الآية دي، يعني ادي فرصة للإنسان. تصور كده لو مجموعة شباب حلوين كده جملة من قالوا عايزين نسهر في اليوم الفلاني التسبح، لو أبونا من نوع المشجع يقول لهم طيب حاجة أسهر معاكم تسمحوا لي، ويراقب ويشجع، ولو هما جدع رجالة فرح هو هيفرح. لو أبونا بقى من نوع أنتوا هتسهروا تسمحوا، أنتوا منظر كده، هذه الألفاظ الأربعة اللي أنا قلتهم كفيلة أنها تعمل إيه؟ تخلص عليهم. عشان كده ربنا يدينا كلنا يكون بقنا مليان بكلمات التشجيع لجوازنا ولولادنا ولحبايبنا ولجيراننا. البق المليان بالتشجيع مفرح، البق المليان بالكلام السلبي يرجع الناس لورا. عشان كده ناخد بالنا ونحرص من الحكاية دي. إذا كلمته عن الأبواب المفتوحة ما يعرفش يقف إلا قدام الإيه؟ الباب المقفول. كان سيدنا البابا شنودة دايما يردد على أذاننا يقول أنا لا أعمل إلا في الأبواب المفتوحة، يعني لو باب مقفول ما وجعش دماغي، أجرب الأكرة، فتح الباب أشتغل، ما فتحش أسيبه وعندي إيه؟ ها؟ عندي أبواب كتير. شوف الإنسان الإيجابي. لكن الإنسان السلبي والإنسان اللي غاوي عقلنا يجي عند الباب المغلق ويعمل إيه؟ ويتصدر ويصر ويتعكن ويعكن. الإنسان الحكيم لا، تعلمناها من قداسة البابا ديت. كان يجي يقول مثلا حد فيكم كلم الكهنة عايز يعمل حاجة في الكنيسة بس الباب مقفول لأي سبب، عندك أبواب كتير، عندك افتقاد، عندك إنجيل، عندك افتقاد مرضى، عندك عندك عندك، اعمل في أبوابك المفتوحة، هتلاقي اليوم والأبواب المغلقة تبقى إيه؟ لأنك إنسان إيجابي. طبيعة ربنا كده، طبيعة ربنا. حتى لما مسك أحد ملائكة الكنيسة السبعة يقول له إيه؟ ها أنا ذا قد جعلت أمامك إيه؟ باب مفتوح تقاسش. شفتوا كلمات الحلوة؟ ها؟ غير بقى الشخصيات اللي تحب دايما تقفل مواضيع وتعطل الدنيا. كيف نتعامل مع هذه الشخصية؟ أول حاجة هرجع لأول نقطة قلناها، إذا كنت عايز تتعامل مع الشخصية دي كويس الأول افحص إيه؟ نفسك. ودي مشكلة المشاكل، إن الكلوبات بتاعتنا دي بتبص فين؟ ناحية الناس، لكن بتبصش فين؟ جوانا. عايزين الكلوبات بتاعتنا، عايزين بصيرتنا تتجه فين؟ لجوانا. نشوف إحنا فعلا هل في تصرفاتنا نحن نميل إلى العكننة؟ هل إحنا بطبيعتنا أي كلمة بتزعلنا وأي موقف بيضايقنا، ولا إحنا منبسطين كده وبنعديها زي ما سيدنا بابا كان يردد الكلمات بتاعته الحلوة اللي كلكم حافظينها، مصيرها إيه؟ تنتهي وربنا موجود. الكلام اللذيذ البسيط المختصر ده، وده كان بيوري إن الشخصية إيه بقى؟ ها؟ مفتوحة مع ربنا. اشتغل بي يا رب، أنا القصارة بتاعتك، اعزف عليها زي ما أنت عايز. شخصية مقفولة تقول لا ممنوع الاقتراب، تقربش مني يا رب.
انا مش عايز اشتغل. ليه؟ يجي يتصدر قدام الباب المغلق. فاول نقطه في التعامل مع دي الشخصيه، افحص نفسي انا اولا واعرف جواي، ودي اكبر نعمه ممكن ياخدها الانسان، انه يتصالح مع مين؟ مع نفسه. كنا لسه بنقول الكلام ده امبارح، بس الكلام ده من غلبته انا ممكن اعيده 100 مره. نتصالح مع نفسي، اعرف قيمتي، اعرف كفاءتي، ادرك الامان الداخلي بتاعي، اعيش سعيد، اقدر ابص الايجابيات وانتصر على الايه؟ السلبيات. لكن طالما مش متصالح مع نفسي فالناس كلها وحشه والبلد دي مقرفه وطب ما ترجع مش عارف مصر، لا مصر قلقح، وهكذا. والعيب يطلع في مين بقى في الاخر؟ لا دي ولا دي ولا دي، ده هو فيك انت. مره واحد من الاباء كان بيحل مشكله الفتاه، وكان كل ما يحل المشكله ما حد طلع على المشكله مع حد تاني. فلا انا عرفت مين هو عدو كل دوت. قالت له مين؟ قال لها نفسك. انت مش طايقه نفسك. لو طقتي نفسك وحبتيها هتتحل كل اللي هيك، كل المشاكل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نتفهم الآخرين. الآخرين اللي عندهم العكامة دي احنا لازم نعذرهم. هم في وضع مش حلو، هم في وضع مش حلو. والمسيحية عموما بتعلمنا ان احنا نتقبل الناس كلها، نتقبل المجرمين، نتقبل المرضى النفسيين، نتقبل الناس المؤمنين، نتقبل الناس المثليين اللي هم الهوموسيكشوال، ونحبهم، ولكن نحترس من العدوى منهم. فاحنا الشخص بتاع العكنان ده ممكن يظهر له ابتسامه حلوه، لكن ما نسمحش القعده لحد ما يتنقل الايه؟ ها؟ الفيروس. واخدين بالكم حبايبي؟ يعني انت ما توصفوش بحاجه، ما تدينهوش في قلبك، وما تنفرش منه. ابتسم في وشه بس حرص لو المده طالت او العشره طالت يحصل ايه؟ ها؟ يجيلك الفيروس. لو ليك رساله معاه لازم الاول تاخد اسلحه او المضادات او الامصال اللي تمنع العدوى بتاعتك. يعني لازم تكون شخص عندك جرعه تفاؤل عاليه وجرعه فرح عاليه عشان تقدر تنزل في وسط ايه؟ الناس ديت. لو كنت بسكوته، لو كنت ضعيف، لو كنت تتاثر بسرعه، يبقى ده مش منهجك ولا في مجال خدمتك. يعني لو انا بتعامل مع شخص من نوع المليان عكننه ده، لازم ابقى عارف انا متحصن وداخل ولا لا. يعني ساعات بيجبروا بعض الناس اللي بتشتغل في اماكن معديه ان ياخدوا الامصال المقاومه للايه؟ للحاجات ديت. طب لو مش واخدين يقولوا لا ما تروحش. الناس اللي بيشتغلوا في الاجهزه بتاعت الاشعه بيلبسوهم بدله من الرصاص عشان الاشعه ما يخش عليهم. لو دخل من غير بدله رصاص ممكن يجازوه يدوله جزا، خايفين على ايه؟ على صحته. احنا كمان لما نيجي نتعامل مع الشخص بتاع خميرة العكنانة ده ناخد بالنا قوي. هو انا واخد نعمة من المسيح؟ الفرح اللي فيا كافي انه يهزم العكنانة بتاعته، ولا العكنانة بتاعته هي اللي هتغلب شوية الفرح اللي ايه؟ اللي عندي. ما فيهاش شطارة. ما فيهاش ايه؟ شطارة. لازم تدرس نفسك وتدرس اللي قدامك. مش عشان كده بقول لكم لازم نبقوا مليانين عمق. نحتاج دايما لترديد كلمات ومواعيد الرب يسوع المسيح الايه؟ المشجعه. ما احلى ان يعيش الانسان في مواعيد الله. دايما اللي بيكرر الكلام الايجابي بتاع ربنا بيخلص من العكنانه دي. يعني مثلا بولس الرسول يقول لنا لم تأخذوا روح الفشل.
تصور كده وقعت في مشوار وفشلت، اروح فاكر الايه واقعد ارددها، احساسي بالفشل يبتدي ايه؟ يقل، وجرأة الاستعداد لمعاونة المشوار مرة تانية تتجدد. لكن لو مش جنبي صوت روح ربنا بينده بقوة ويقول لي لن تأخذ روح الفشل، ويعيدها على ودني مرة واثنين وثلاثة وأنا أرددها كثيرا. لأن احنا لو بنردد كلام التشجيع إلى أول ودن هتسمع إيه؟ ودننا، فنتملي تشجيع، نتملي إيه؟ تشجيع. لكن من رد الكلام السلبي اصل ما فيش فايده، ما هو اصل المتعوس متعوس. ما انا حتى رحت لفلان قال لي ما هو المتعوس متعوس. نعم يقول لو علقوني فانوس، لو علقوني فانوس. فعايز اقول احبائي من الخطوره ان احنا ننسى مواعيد الله المفرحه. ده واحد اسمه حبقوق نبي، له كده سفر من اسفار الانبياء الصغار، يقول ايه في وسط الام شعب اسرائيل والظروف الصعبه؟ بيقول كده: مع انه لم يزهر التين، التين ما طلعش الورد بتاعه اللي هيبشر ان فيه تين في يوم من الايام، ولا يكون حمل في الكروم، يعني الكروم ما بدأتش تتلقط على ايدي، ويكذب عمل الزيتونة، زيتونة كذابة ما فيهاش، والحقول لا تعطي طعاما، ينقطع الغنم من الحظير، ولا بقر في المزود، يعني ما فيش بشاير خير خالص. انت موقفك ايه يا حبقوق؟ يقول فإني ابتهج بالرب وافرح بإله خلاص. شوفوا العبارات الجميلة دي لما نرددها، ها ناخد ايه؟ ناخد قوة، ناخد قوة. الشباب اللي بيتحارب بالأفكار الجسدية ويردد كده: لا تشمتي بي يا عدوتي لأني إن سقطت أقوم، تلاقي مجرد ما يردد الآية دي كم مرة يبتهج. لو ساب نفسه للفكر الشرير تلاقي ماشي مبوس وقرفان، وبدل ما سنه 18 سنه 90. منظره صعب. ليه؟ لان الكآبه والعكننه ملكت ايه؟ ساعات كتير بتيجوا تشتكوا من ولادكم مراهقين، خدوا بالكم انهم بيبقى ضميرهم حساس للخطيه اللي بيقعوا فيها ومش قادرين يصرحوا لكم، فيبقوا صامتين وقرفانين، وانتوا تشدوا شعركم والولد جراله ايه؟ في هذه المواقف يا احبائي لا ينفع الا الحب وطولة البال والتشجيع والاحضان والكلمات الايجابيه، مش الكلام السلبي. قول لي ناقصك ايه؟ مبروك شيئين عليك ولا شيئين، عايز ايه تاني؟ وهو الراجل من جوه بيتهرس من الكآبه اللي عنده، واحنا ايه؟ ها؟ هاتك يا تكميل. والاخر نيجي: ابونا الولد ما بيجيش الكنيسه، صلي له. صلي له ايه؟ اذا كان حضرتك كبست عليه لحد ما غطيتي بالبلاعه، صلي ايه ونعمل ايه؟ عشان كده ناخد بالنا من ولادنا في المرحله دي، بيمروا بمرحله عكننه واضطراب وضيق، واصلا مش عايزين يسمعونا، اصلا مش عايزين يسمعونا. حلينا معاهم ايه؟ حب، تشجيع، احترام، واحضان. على الاقل نقدر نخرجهم من المرحله الصعبه دي في حياتهم. دايما نقرا عن الناس اللي مشت مع ربنا وبرغم الظروف الالام اللي مروا بيها كانوا بيبقوا فرحانين. دايما نفتكر الشخصيه، نفتكر ابونا ابراهيم اللي اتمرمط ورا ربنا وكان فرحان، نفتكر اباء الرسل يقول حسبوا اهلا ان يتالموا ها لاجل اسمه، نفتكر قصص الايمان اللي كان فيها الناس دول ها الناس دول كانوا متالمين لكن فرحانين.
عندنا مجموعة ولاد راحوا زاروا الكنيسة بتاعت الشهداء بتوع ليبيا 21 شهيد. زاروا الكنيسة، على فكرة الولاد اللي راحوا كان نصهم عيال شقاي كده ما بيصلوش ولا بيعملوا، إنما راجعين متربيين تربية. حسوا قد إيه ناس متعزية من روح ربنا. يمكن أنتوا وصل لكم بعض مواقفهم الإيجابية، لكن دول شافوا على الطبيعة، شافوا الأطفال والكبار والصغارين بيرتلوا فرحانين في كنيستهم كأن عندهم أعراس مش عندهم أحزان. ده ليه أحبائي؟ لأن مسيحنا كده، مسيحنا وإلهنا هو إله الفرح مش إله الكآبة ولا الإيه ولا العكنان. من ضمن الحاجات اللي ناخد بالنا منها، احنا ساعات بندي نفسنا عناوين سلبية، زي ما قلت دلوقتي المتروس ايه متروس. ساعات بندي نفسنا عناوين مش حلوة تخلينا قاعدين في القفص بتاع الايه العكنة مش عايزين نطلع. لكن الانجيل يقول ليقل الضعيف ها بطل انا، ضعيف وطول بطل. اه لما هتقول انا بطل ايمانك هيوصل لربنا هيديك العقل، لكن لما تحط لنفسك عناوين سلبيه اصلي انا قماصه، اصلي انا حساسه، كلمه الاحلى بقى. طب ولما تبقي قماصه وحساسه، طب ما تخلي قلبك يبقى ايه؟ علميه ازاي يوسع ويعديها. واخدين بالكم؟ عدي هتخلص هتعدي، زي ما سيدنا كان بيقول مثالها ايه؟ تنتهي. واحده كانت جايه مكبره الموضوع قوي قوي، فبقول لها انت هتعدي ما تخافيش. فبصيت حتى في الفيسبوك بتقول اقوال ابونا مرقص جبرة هتعدي. فانا ما افتكرتش الكلمه اللي قلتها لي. اتصلت بيقول لها بنتي ايه ده؟ قالت لي ما قلت قعدت احكي لك في موضوع مليان مشاكل، قلت لها هتعدي، فانا صدقتك فعدت. قلت لها بتكتبيها اقوال؟ قالت لي اصل عجبتني. انا عايز اقول انسان يتفاعل مع كلمه بسيطه لا تعمل لا جميله. عشان كده وبيوتنا زمان لما كان فيها تقوى زياده شويه كان تلاقي فيها سعادة، برغم من ان البيت كان ممكن ما فيهوش حاجة، لا في فول اوتوماتيك ولا ما اوتوماتيكش ولا في حاجة، انما كان السعر. لما كان انا فاكر مرة واحدة ست ابنها وقع الطبق كسره، ست صعبية قالت ايه؟ طبق فجري كنتش عايزاه. شوف بتريح نفسها ازاي؟ الست دي لما حنتفع حبتين كانت عملت ايه؟ مسكت ولد رنته علقه وقعد طول النهار متنكده. انما عالجت الموقف بطريقه ايه؟ بسيطه. فيا ريت يا ريت يبقى في بقنا دايما الكلام الحلو، كلمات الانجيل المشجعه، كيف ننتصر على شيطان العكننه؟ مش كده ولا ايه؟ تعلموا كده. الراجل يبقى قلبه كبير، ما يقعدش يمسك على الواحده والاكل السخن والمش عارف ايه وانا ايه وانا حتى مش عارف ايه والكلام اللي نص كوم ده. والست تاخد بالها تبقى واعيه وما نقفش لبعض على الوحده، نعدي نعدي عشان نبقى حنينين على بعض، لان كلنا على بعض جسد المسيح ستره ايه؟ ستره غطى. لما ناكل احنا في بعض يبقى ايه؟ الشيطان بعد كده يسلمنا اللي بره يعمل فينا ايه بقى؟ ها؟ عشان كده موضوع العكنانة ده موضوع خطير جدا، خدوا بالكم منه ومن فضلكم. ماشي؟ مرة واحد عارفش بعضكم أكيد سمع القصة دي، فايت مع واحد صاحبه بياخد الجورنال، اشتري الجورنال، فأعطى الراجل فلوس بتاع الجورنال عامله بمنتهى القرف. عكنانة. فالراجل مبتسم. ياخد الجورنال بابتسامه ومستني الباقي بابتسامه. فصديقه بيقول له انت كل يوم تشتري جورنال؟ والراجل ده قال له اه. قال كل يوم بيعمل معاك كده؟ قال له اه. قال له ما تكلموش؟
قالوا ليه وخليه أثر عليا ليه؟ وخلي عكننته ها؟ تتنقل ليه؟ واخدين بالكم؟ يعني أنا القصة دي مش بقدر أنساها لأن فيها درس ليا إن أنا أتعلم أكون متمسك بسعادتي. متمسك برباط الجيش. متمسك بأن أنا أكون سعيد مع ربنا مهما يحصل. طبعا احنا ضعفة انا بتكلم انا عارف نفسي ضعيف انما كل ما الانسان لا تهزمه رياح العكنانة اللي تيجي من الشيطان كل ما يعيش سعيد وفرحان زي حبقوق النبي فاني ابتهج بالرب. نقطة اخيرة عشان ما اطولش على حضراتكم. دايما لما نيجي ناخد مشورة في حياتنا ما نروحش الناس مفلسة زي بالظبط العيان اللي روح للدكتور خايب هيزداد ايه؟ هيزداد أمارة مش كده؟ لو سمحتوا لما تبقوا تعبانين أو مهمومين من حاجة ما تعطوش تشتكوا لبعض. الشكوى الغير الله مزلة آمين بيقولوا كده دي حقيقة. لما تبقى مهموم عندك شخصين شخص ربنا او شخص يكون واخد من ربنا يا شخص من ربنا مباشرة وده متاح في ال 24 ساعة متاح ليك في ال 24 ساعة في كل وقت تقدر تقعد مع ربنا وتشرح له مرارتك وتعبك وعكننتك وهو يطبطب عليك ويريح. قصة من الكتاب المقدس داود في يوم من الأيام لقى عيل صغير كده ملوش أهل خده ورباه عنده بيته اسمه أخي توفل. كبر أخي توفل ده وبقى حاجة كبيرة قوي شاب كده بعضلات خلاه قائد من قوات الجيش ولفت الأيام وما تمرش فيه وخان فحصل عند داود مرارة في حلقه وتعكنن فبدل ما يروح للناس يشتكي لهم راح لمين بقى؟ ها؟ ربنا. قال يا رب الذي اكل خبزي رفع علي عقبه. يرضيك؟ انا متمرر انا متعكنن انا قرفان. يوم ربنا يرد عليه يقول له ايه؟ يا داود انت عملت ايه مع الراجل ده مخلي المراره كبيره عندك والعكنانه كتيره؟ عشان عملته عامل صبر ده لو كان عدوي وعمل كده ما كنتش افعل لكن اللي عملته معاه ده كان المفروض يطمر فيه. قال له انت اللي عملته فيه ده عندنا طوبى لمن يتعاطف على المسكين والفقير في يوم الشر ينجيه الرب. شفتوا بقى؟ فالحل بتاع المراره لما تيجي جواك او العكنانه او القرف او الحاجات دي مالكش غير اتنين. نمرة واحد ده المميز والملوش حل وده العلاج الدغري المباشر انك تروح لربنا بيرسونالي شخصيا. ولو احنا ما تعلمناش كده عمرنا ما هنفرح. عمرنا ايه؟ ما هنفرح. ونعمل زي عمنا ايه؟ داود. ماشي؟ موافقون؟ مصحصحون؟ طيب. يبقى اروح لربنا واشتكي له وجعتي هيرد عليا. يرد عليا بايه جميله. يرد عليا بكلمه صغيره من ابني يقول لي بابا تيجي نلعب. مجرد يقول لي كده بس وانا متعاكم يقول لي بابا عايز العب معاك. رساله من ربنا فكها بقى. صدقوني مش اهالينا زمان كانوا يقولوا خدوا فالكم من عيالكم؟ فاكرين العباره دي؟ حد فاكرها ولا الناس دي كانوا بيقولوها الإديسين ما ينفعش في اللبان. الإديسين ممكن يسمع صوت ربنا من أصغر طفل في البيت. يبقى بيصلوا عندهم مشكلة يخش عيل يديهم الحل في كلمة. ده أصل المثل. بس كانوا أتقياء. مش كانوا بعيد عن ربنا ويسمعوا الفاء لا لا طبعا. ف داود بقى بعد ما فرح الزنان اشتغل تاني
اشتغل تاني. فبص لقى نفسه بتقل، يقول لنفسه ايه؟ ها يا نفسي لماذا تئنين فيا؟ توكل يا رب. شوف بقى عارف اللي فيه. يعني اذا الموضوع موضوع العكنانه والمرار اللي ممكن يمر بيه ده شيء مش حاجه كده، بس لو انت بقى من الناس اللي بتتصارع مع ربنا وليك علاقه حلوه معاه تقدر تغلب العكنانه. لما تحصل مشكله في البيت ما تشاورش على واحد من البيت وتتهمه، اقعد مع نفسك وقول ليه ده حصل. هتلاقي 90% انت السبب او انت السبب، انت اللي هتكتشف، محدش هيقول لك. وساعتها تقول انا لما توب كل حاجه ايه؟ هتصرف. اخش اقعد مع ابويا يعزيني، طبطب عليا، يفرحني، ينقيني، يقدسني، خلص الموضوع. فاول ما داود عمل كده استريح وبدا يراود مع نفسه وبدا يهديها لحد ما انسجمت نفسه خالص والموضوع عدى وربنا وراله حقه. اصبر للرب. عشان كده احبائي لما تلوص قوي في موضوع العكنانه عندك المستشار الاول ان تدخل مخدعك، واللي يقدر فيكم يركع على رجليه يركع، ما بعرفش يركع يقف، ما بقدرش يقف يقعد على طرف السرير ويبتدي يكلم ربنا. احلى عتاب تعاتبه تعاتب ربنا. شفت يعقوب حارب مع الله وايه؟ وغلب. ايوب حارب ربنا وغلب. القديسين دول دخلوا مع ربنا في صراع وخدوا وطلعوا قديسين في الاخر. وعاشوا بعد كده سعداء وركنوا الايه؟ ها؟ العكنانه واللي جايبينها كمان. مع ربنا او العلاج المباشر مع شخص ربنا القدوس يجي الناس اللي مليانين بروح ربنا. دول اسهل شويه لان هتسمع بودانك مباشره. تروح لانسان تقي. عندنا في الكنيسه ابونا، عندنا خدام حلمين، عندنا اراخنا اتقياء، عندنا امهات اتقياء. اقعد مع الناس الكويسه، اوعى تروح للناس المفلسه. المثل البلد بيقول اللي جاور السعيد بس، اللي جاور السعيد مع ربنا هيسعد، لكن اللي جاور الفقير مع ربنا هيطلع فقير، مش كده؟ انا كده كفايه علينا اليوم. اشوفكم ان شاء الله بكره بنعمه ربنا ولله كل المجد والاكرام دائما ابدا امين.